إذا أسألك اليوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام أبوه شو اسمه تعرفين؟ لا. شنو الأركان الخمسة؟ حددي لي إياهم. الأركان الخمسة؟ الصلاة. إي. الزكاة. إي. وممكن ما أتذكر زين. زين. بس إنه هاي الشغلات البارزة اللي نشوفها يعني مثلا. زين. اليوم واحد بالشارع يقول لك إنه أنت ملكة جمال. النبي عليه الصلاة والسلام شنو اسمه الثلاثي؟ لما كأمرأة شو اسم أمه؟ ما أعرف. وتصلين أنت وتحجبتي وتلبسي حاجة ما ثقفتي نفسك دينياً؟